طولت عليكم صح؟ قبل ما نبدأ الفيديو مثل ما عودناكم التعليقات اللي تحت أفضل تعليق لحق الفيديو صبرت لحق الفيديو نفسه تعليق يكون مع الفيديو نفسه راح أحطه بن راح يكون من أوائل التعليقات الموجودة بالفيديو أوكي؟ تعليق مفيد مش مقال طويل خلونا نبدأ. السلام عليكم أهلا فيكم في فيديو جديد. آسف جدا 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 بسبب تأخير اللي سويته أنا فهو صح تأخير وهو برضو استخدامي لها أكثر وأكثر فأشخاص كثير في سناب شات هذا حسابي سناب شات شرف ضبطكم يسألوني متى راح تنزل الفيديو متى يعني قبل أسبوعين قلت لهم الأسبوع الجاي والأسبوع الجاي صار الأسبوع الجاي طولت هو حلو برضو إني استخدمته ونزل لها كذا سوفت وير تحديث فكمل معكم صبرت لها كن أفضل يعني لأنه ما تغير شيء بس المهم قطعة هذه قطعة اللي هي كاميرا للساعة أبل واتش لحق أي نوع تبون الصغيرة ولا الكبير في لها تقدر تشتريها وفي ألوان طبعا تضح بالنهاية إن هي قطعة هذا يتغير الألوان وهي القطعة أصلا بالداخل هذه بس هذا رابر عادي وتشتري أي لون ثاني يعني وهذه القطعة كلها هذه القطعة ما تتوصل بساعة أبل إلا بالبلوتوث فلازم تشحنها لحالها الشيء المؤسف بالنسبة لي إن الشاحن حقها خاص فيها الحلو إنه ماجنت فنفس ساعة طبعاً تحطها وتشحنها هذه بالحالة وتشحنها بعد الماجنت ثنتينهم لكن أهم شيء برضو إشي سلك ثاني وكل شيء لكن شيء طبيعي أصلاً يعني إن هي ما راح تشحن بساعة أبل يعني مش من نفس بطارية ساعة أبل إنه طرف ثالث أبل ما راح تخليها تشبك ما في أي مكان تشبكها في ساعة أبل دايركت تدخل من البطارية لكن تمنيت USB C على الأقل ما نبي الحركة الماجنت USB C عشان الأضاعة ذا ما راح ندوركم فا أوكي برضو أعطاكم خيار ثاني إن السلك يجي معاه في العلبة ويجي معاه شاحن 10 واط وفي مدخلين فتقدر تخلي مدخل ثاني حق ساعة أبل على طول يقول لك آه صح إنه أعطيناك سلك ثاني لكن تقدر تشيل شاحن واحد تشحن ساعة أبل وهذا بي USB طبعا اثنينهم 10 واط الميزات اللي فيها كميزة فيها كاميرا صح نوقف هنا وتشوفون فيديوهات في الإضاءة المنخفضة داخل البيت يعني وفي الإضاءة الخارجية بكيفكم أنتم عن الكاميرتين هذا هم موجودين عندكم كاميرا برضو فوق قبالي وفيها الكاميرا وفيها مايك وفيها برضو الإنارة عندك تلحق الإضاءة لكن الآن لما نشوف الإضاءة إضاءة مكتب عادية أو لاب لما نشوف طبعا أنا أشوفها من الكاميرا ما راح تكون واضحة بعد ما أخلص إخراج وكل شيء أو بعد ما أسجل وأخلص ينتقل في الجوال حقي وأحطه في الشاحن عشان تنقل على الفول اتش دي ونشوف الكواليتي راح تشوفون انتم طيب هنا الكاميرا الاماميه الحين المشكله فيها شنو المايك قبالي على طول يعني ما اتوقع راح يكون الصوت مش كويس اذا كان الصوت مش كويس فعيب الكاميرا بقوه لان المايك على طول قبالي طيب هنا انا خلاص الشمس هذه فوق انا اشوفها والجو صافي فما في افضل من ذي الاضاءه الخارج وانتم اللي تحكمون والمايك برضو انتم تحكمون عليه طبعا هذا ابعد شيء اقدر اوصله بايدي احس انه قريب اوريدي لكن ستيل يعني كاميرا ساعه نشوف الاضاءه الحين بخش في تحت الظل نشوف هذا تحت الظل الخفيف يعني ظل خفيف المبنى طيب نشوف لكم الكاميرا الثانيه والمايك اللي تحكمون عليه بالنسبة لي المايك في الريفيو
في النهاية لكم الحكم أنتوا، المايك والتسجيل الأشياء دي أنتوا بكيفكم تحكمون. أنا بالنسبة لي فادتني مرتين، أنا أحياناً أطلع بما أن الساعة حقتي فيها اسم فأترك الجوال في البيت أخليه في الشاحن وأطلع، فجأة وقفني واحد من الشباب مثلاً خصوصاً في السعودية، توقع أنتوا تواجهكم كثير ذي الحركة، ووقفك واحد شباب مانتين هو بتطلع معه ونسيت الجوال في البيت ولا شيء، أنا أحياناً أروح الدوام أترك جوالي ما أخذه معاي، صار عندك مثلاً كلاس مهم تدن الجوال حقك راح تمسك أرد عليك أحد في سناب شات وكل شيء، ترك على جنب حطه في البيت وتمشي خلاص بالساعة تمشي بما أن اسم فيها مكالمات راح تجيك هنا وفيها كاميرا تحتاج تصور عندك تصوير على طول، يعني ما راح يكون شيء سلبي أو شيء، كاميرا عندك تصوير هنا، تصوير جودة فل اتش دي ممتازة 8 ميجا بكسل. أوكي في الموقع تحت راح تشوفون مواصفات الساعة كلها، 8 ميجا بكسل والكاميرا من كم والكاميرا الخلفية كم، بما في كاميرتين هنا كل شيء موجود في الموقع نفسه وسعرها موجود في الموقع برضه نفسه. كنهاية مكتوب عليها اوريجينال اديشن، فهل في المستقبل راح ينزلون ساعة ثانية يحددون بعض السلبيات؟ أول سلبية المايك، بالنسبة لي أنا حكم لكم أنتم في الجهة الثانية خلصتوا منها بكيفكم أنتم حكمكم، أنا لازم أتكلم عن طباعي، لازم أتكلم عن هل عجبني أو ما عجبني. سيء جدا المايك، يعني في الكاميرا الأمامية المايك هذا هو هنا، المايك هنا، يعني ليش كذا سيء؟ ليش؟ شيء ثاني أنا أدري إن الشركة ما تقدر عليها والجهة الثانية، لكن الشيء الوحيد اللي بينها وبين ساعة أبل إن فيها برنامج بس داخل ساعة أبل مشبوكة بالبلوتوث بس، فأتوقع إذا أبل نزلت كاميرا خاصة فيها في نفس ساعة أبل راح تشيل سلبيات كثيرة عندي الشركة هذه. برضو البطارية سيئة جدا 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 من هنا إلى السعودية، يوم واحد تعطيني ليش؟ اليوم الثاني وأجلس 20% مثلا وتخلص، ليش يوم واحد؟ ليش استخدام يوم واحد كاميرا؟ المشكلة يوم واحد وحتى لو ما استخدمتها، يعني أحيانا يمر يوم ما استخدمها الكاميرا، مش ما فتحت الكاميرا، ما ضغطت البرنامج، ما شغلت الكاميرا، ما استخدمت شيء، يوم واحد ليش؟ يعني عادي إني أفصلها الحين وأتركها، شحنها ولا أتركها يوم ثاني، ليش يوم واحد؟ ما استخدمتها، ليش؟ يعني ما حس لا فيها سنسور ولا حساسات في الأشياء الثانية ولا ما فتحت الكاميرا، ليش يوم واحد؟ ما أدري. شيء ثالث برضو إني لفتحت التصوير مثلا كذا، الحين بوريكم تسجيل. من نفس الكاميرا، الكاميرا نظيفة حين في التسجيل الداخلي، انتوا تغرنون هذا حين فتحت شوفوا المسافه وانتوا تسمعون الصوت، اذا سجلت كذا انا مخلي الساعه بعد 5 ثواني تطفي الشاشه هنا تطفي لان ما الساعه تبر ما تدري ان في كاميرا دي مشغل شنو هما برنامج خاص يعطي طفت الحين مثل ما اشوف مسكر عندي مع انها تشتغل من الخلف المس الشاشه يرجع واللون الأسود شوف طالع عندي كده مع إنك مكمل تسجيل لكن البرنامج حقها بسيط مرة وحلو إنك تحول بين الكاميرتين إنك تشوف الصور اللي بسجلتهم حلو حركة إنه تصوير الفيديو اللي خلص مني ينتقل في البرنامج نفسه هنا وأقدر أشوفه لكن ما أقدر أرسله للآيفون إلا وقت الشحن عشان أرسله بالكواليتي العالي حق الآيفون لوقت الشحن وهي قاعدة تشحن تنقل الصور وفيديوهات بالجودة العالية هذه حركة حلوة لكن ليش البطء في البرنامج برضو برنامج ما يتأقلم كثير والشيء الثاني برضو إنه ما في دعم داخلي في السوفتوير في نفس القطعة هذه يعني لو أبل مسويتها كان في الرسائل تفتح الرسائل تقدر تصور صورة وترسل الفيس تايم تقدر تفتح الفيس تايم وتكلم فيديو لكن الآن ما تقدر تسوي الأشياء دي كلها لو الشيء الوحيد تقدر تستخدم الكاميرا فيه في البرنامج نفسه تفتح البرنامج وتصور بس وتسكره وبعدين تنتظر ينتقلون صور وفيديوهات في الجوال بعدين ترسلهم الجوال للآي مسج ولا لأي جهة ثانية لكن كسوفت وير ما تقدر تتأقلم أتوقع هذا الشيء اللي أبل ما راح تفتح حق الشركات أبل لازم تحط الكاميرا الخاصة فيها علشان تبدأ تستخدم الشيء مع أن الشركة نفسها في موقع حاطين كاتبين فيديو شات أو شيء نسيته والله بحط لكم الشاشة عندكم ما أدري بفتحون ستريم شيء يعني وإنك تكلم الشخص تقدر ما أتوقع إنك تقدر أصلاً بالدي يعني تخيل أكلم فيديو بالكاميرا هذه أتوقع ربع ساعة يطفي البطارية خلصت من نفس الكاميرا دي ما أدري إذا أنا ما استخدمها وتخلص في يوم لو بستخدمها 10 دقائق بتخلص أطول ما أدري شوف قدام يعني هذا الفرست إديشن هل في سكند ثير إديشن راح تكون ميزات أفضل ما أدري هل راح ينزلون إلى الآن ما أتوقع ما في أي شيء قدام أنا في أخبار أن أبل راح تنزل كاميرا في الساعة حقتها يمكن في الساعات القادمة راح يكون كاميرا داخلية أو كاميرا في الباند يمكن لكن أبل ما أتوقع تسوي كذا أبل أتمنى أنها ما تسوي هذه الحركة ما قمت انام بالساعه يعني تميت فتره اني انام بالساعه تحسب لك النوم وكل شيء لكن بهالحجم يعني تحط لك على الطاوله كذا تحس في احيانا يألمك هنا من الارتفاع اللي موجود في زر هنا طبعا الزر هذا تقدر تصور على طول بدل ما تفتح البرنامج تضغط هنا وتصور على طول لكن ليش المسافه يعني يألم احيانا كذا تحس بيدك يعني يدق ويألمك بس هذا كل شيء انتوا اللي تحكمون انتوا كل شيء اذا
تبي بس تصور يعني طلع برا مثلا في الشمس برا حلوة لكن ما تتغرم بالجوال، لكن مكتفي بالغرض. لكن في البيت وبرضو لا تشتريها لحق انك تبيها كسوفتوير في الاي مسج والاشياء الثانيه، لا ما تقدر. بتصور تمسك الجوال وترسل الاي مسج، ما فيها من نفس الساعه. فتقدر تشتريها ككاميرا بس وتصور، والكاميرا هاي تنتقل في الجوال حقك بس. هذا الشيء الوحيد تقدر تسويه. تاقلم مع الساعه لا ما فيها، الى درجه اني انا شاري ثنتين، لي واحده قلت وزوجتي واحده، ما فتحت الثانيه. زوجتي ما حسيت انه ما لها داعي، ما تحس إن فيها شيء. يعني حتى الأشياء هنا سيت أوكي، سنابت أوكي، شيرت صح، لكن بالجوال يعني تشوف الشيء بعدين تصوره بعدين تنتظر لين ينزل في الجوال حقك وتاخذ الجوال وتشارك فيه. طيب خور ليش أصور؟ أفتح الجوال أصور وأرسل على طول. ليش اللي كذا أسوي؟ ليش يعني ليش انتظر افتح البرنامج والبرنامج ما فتح وشويك شوي واصور؟ طبعا النسخه الاولى او السوفتير الاول او المشريت اشحنها امسكها يقول لي البطاريه فيها 40، شو السالفه؟ مشحونه فل، ارجع اطفي البرنامج ارجع افتحه بنفس الساعه يقول لي 100%، ما ادري بس عدلوه في التعديلات قدام. المهم التاخير هذا ما طار الشيء، مع خصوصا يعني اوكي لو اسكر البرنامج كامل وارجع افتحه مره ثانيه تشوف احيانا تطول مره تطول احيانا. بالنسبة لي الحين سريع، لكن أحيانا والله تطور. فما أصور بعدين أمسك الجوال أرسل، ما أصور الجوال خلاص أصور بشركة. تصور بسرعة جوالك مش موجود عندك، تطلع تجري وما عندك جوالك، تطلع تروح الجيم وما تأخذ جوالك، في اسم عندك كل شيء تحتاج تصور أحيانا، ممتاز جدا. بس هذا الشيء الوحيد اللي له كميزة. ففي هذه الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واشتراك حسابي سناب شات وضبطكم وعمل كل مقطع من المقطع، ولا تنسوا تضعكم. السلام عليكم.